يعني عجيب حقيقة، يعني الأشياء والتجارب التي مرت بها بنو إسرائيل غريبة، ومع ذلك الكفر هو الكفر. مع دين خبيث، مع دين خبيث. وما فصل الله جل وعلا في القرآن تفصيل الكامل التام عن بني إسرائيل إلا ليدرك المؤمنون في كل زمان طبيعتهم، حتى لا يثقوا في أي شيء من العهود والعقود التي يضربونها مع المسلمين. كذبة ينقضون العهد من بعد ميثاقه، يغدرون، كل خبائث الأخلاق اجتمعت فيهم. أخس الخلق وأخبثهم يهود، ولو لم يكونوا كذلك لما تجرأوا على الحق ولا تأدبوا مع موسى في خطابهم إياه. فيما تذكروا مع سيدنا موسى في أمر يطلبونه من الله كما ذكرنا قبله، يقول له ربك ادعو لنا ربك، حلا هما ماشي ربهم، اذهب أنت وربك، حلا هما ماشي ربهم، فقتل إنها هنا قاعد، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين. دائما شيء غريب، يعني عناد مع الحق جل وعلا. ولذلك من المفاسد التي أدخلوها في التوراة أنهم صوروا الله جل وعلا على هواهم أنه يخضع لأذواقهم وأهوائهم. لما يقرأ الإنسان العهد القديم اللي في الحقيقة كتبوه اليهود لقدام مجدد وحرفوا فيه العقيدة الإسلامية الحقة، كيصفوا الله سبحانه وتعالى بحالنا شيء واحد يعني كيتنازعوا معه، بغى يدير لهم لدي لا سيدي ما ديرنا شادي ديرنا غير هادي، لأنهم يقولوا هما يعني أبناء الله سبحانه وتعالى. شيء غريب. مرة سمعت واحد صريح لواحد الحاخام شيء ملعون من الملاعين ديالهم في القريب، يعني يقول كلمة غريبة قالها أجداده، يعني بالحقيقة قال إن الله نادم على خلق العرب سبحانه وتعالى. مجرم، يعني أول يعني أذى يصدر من أفواههم كيمشي عند رب العالمين، به كيبدأوا سبحانه وتعالى، عادي نزلوا لبنادم، خلق شرير. لذلك والله جل وعلا عليم بأن مشكلتهم ستستمر إلى يوم القيامة، وبأن قضيتهم ستكون من أهم قضايا آخر الزمان تجاه هذه الأمة. حقيقة والله يا أخي تبقى تقرأ القرآن وتشوف هذا الزمان، يعني كي وقع لك اليقين على أن رب الكون هو الذي يتكلم هنا سبحان الله العظيم. وكذلك الأحاديث النبوية التي تتحدث عن بني إسرائيل فصل ذلك تفصيل حتى نرجع إلى القرآن إذا أردنا أن نتعامل معه في صلح أو في حرب أو في سلم أو في تجارة، أي شيء أرجع للقرآن. قرأ اليهود بعدها عاد مشي تذكر معه. مع الأسف هزائم الأمة اليوم وخسارة الأمة اليوم أنها لا تنطلق في التعامل مع يهود من كتاب الله، لكل ينطلق من كتاب الله عز وجل يعني المسلمين، ويبنيوا الكلام ديالهم في الصلح وفي الحرب، يبنيوا المسلمين الكلام ديالهم على حقائق القرآن. عمر اليهود ما يديروها بهم، هم جلسامين خدامين كيجفوا بالمسلمين الأرض لسبب واحد، أن الناس اتخذوا هذا القرآن مهجوراً.